دوكا حنحكي لك واحد الحكايه عن غران كونكيرون ابن بيبيش. هذا ابن بيبيش كان واعر. ابن بيبيش كان في الصحراء يديرها دو فوا بار جور، يطلع للصحراء يعاود يهبط. واعر ان غران كونكيرون. انا بالروين تقدم تقدم انا بالروين انا بالروين رتتم تقربتم تقربتم بالروين انا اي بالروين اي يا مرو وراكي بر حبس وراكي اش بك تعيط وين راني راني في هذه البقعه وين حبيتني نكون راني في طرف الدنيا معليش راجلك جا من الحرب هكذا ترى حبيب راجلك اللي جا من الحرب قلت نحارب حاضر يا سيدي مرحبا بك يا رجل والحمد لله كي لحقت بخير الله يسلمك مي انا شو نيمار كرهت من حقي نشتكي نهار كامل يا عجبا يا ربي وانت مرحلني من دنيا لدنيا من جهه لجهه قول حتى لحقتنا البحر اسمعي لا غالب خدمتي وانا بخدمتي هكذا لازم كل يوم نكتشف طريق جديده ما عندي ما ندير كل يوم وراني مرمي في كاش طريق والحمار هذا علاش هو معاك راهو العود تاعك العود ما تقوليش خسرت الحرب وخليته تما مات اسمعي اولا كلمه خسرت الحرب بالك تزيد تعاوديها باسكو انا جامي نخسر والعود في الحرب فيك انا ربحت العود عرق شويه منها ديتو لافات خليته تماك هذا ما كان ورحت لوكاسيون كريت حمار باسكو حبيت نروح نكري انا يا عود قال لك العود كاع خرجوا راحوا فاكونس ما على باليش ديت هاد الحمار اي ساسي طري بيان باسي ياخذ لي الراي عجبتك مقبل ولا ان شاء الله برك ما يكونوش شافوك العسكر تاعك هكذا تشوراهم علاش مش معاك ما تقوليش برك خسرت الحرب وماتوا تما وخليتهم قلتها لك وراح نزيد نعاودها لك ما تزيديش تقولي لي خسرت الحرب ها تفهمي ولا ما تفهميش وديجا انا واحد ما شافني والعسكر ديالي كنا جايزين لقينا العقارب في الارض خدمت لهم بهذوك العقارب فيك انا فنان خدمت لهم بابي فوت وخليتهم يلعبوا بيناتهم بابي فوت نورمال خلوي وهذوك اللي جاوا يحاربوك ها ما تقوليش برك ما صبري نحكي لك اللي جاوا يحاربوني واش صرا لهم هذوك غير الحق اللي عندهم بالعود بيبيشا راني نقول لك والله لحقت ليهم يا بيبيشا شافوني فوق العود شافوا غير شافوا الظل تاعي هكا الظل تاعي بداو يترعدوا وانا وصل ليهم هكا انا واقف والجيش تاعي قدامي نخزر فيهم برك وبداو يترعدوا هذاك الاول يخزر وانا نخزر وما وجدت بيبيشا بديت نخزر مليح خزرت فيه مليح خزرته وانا دلي تلمو خزرته درت له فيه هربوا كاع وربحت الحرب بلا عنف غير بالخزره غير بالرقار فوالا ملا ابن بيبيش كيعاود ولا لتماك للدار بون ماشي الدار الخيمه جمع معاه قفه وهذيك القفه فيها بزاف عفايس مي مرت ابن بيبيش ما عجبها والو كيما يماك شايف الو بدا يشوف ديك القفه دخل بها الخيمه هكذايا كتهضر عليا لا لا سي نو راك تهضر عليا نو ماكي غلطه وشكون هذه اللي كيما يماه بيبيش افهمي قبل ما تهضر عليا كنت نهضر انايا على مرت جد 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 جدي هكا زعما قلت له كان شابه الى عقله كيما يما داكو وسورتو ما يعجبها والو كيما انا انا قلت هكذا وي سمعتك بون بيبيش هذه هضره ما نهضروهاش قدام البيبي منا خلينا ما تبروفوكي فيا قدامه راه ما كان والو صح بون انا بيس كملت الشغل ديالي ماذا بيا نسمع الحكايات تاعك هذوما تاع التبهلي اللي ما عندهم حتى معنى بيسك عندك ساعه وانت هنايا مازال ما رقدتش بيبيشو هذوك فيوكا كي قعدتي خليك تيرق ده وانا نروح لابي لا 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 انت اللي بديت تحكي تالي تكمل كملتي شغلك عشان كديري سكاراكا بيبيش سكارافي ولا كيفاش احكيلو احكيلو نسمع كيما قلت لك ابن بيبيش كي ولا من الحرب راح للخيمه وجاب معاه قفه وحده هاد تما دار حرب كامل باش يجيب قفه وحده سي با لوجيك هاديه شحال كي حابه يجيب معاه قفه زعما حرب هادي يجيب قفف حابك جيب لي زيستوا غادو من غير في راسك اسمعي لي صور التاريخ تاعنا يقول هكذا ما عندي ما ندير ما نقدرش نحرف في التاريخ من فضلك صح قلت لك ابن بيبيش كي ولا من الحرب جاب معاه قفة واحدة هذيك القفة كانوا فيها بزاف عفايس اللي ما عجبوش مرتو شنو هذا؟ قماش انكور قماش ضل تجيب لي تايا في القماش قول لي رحم بابك انايا كش ما عندي خزانة ولا غاردوغوب وين حنحط هذا القماش هذايا ما نسعقوش صافي بيش انا جبته لك سي بون ما داش ما تزكيش عليا هكذا نمدو لي ما تفرح به زيدي حوسي مليح حوسي يا والسوق فرختو حوسي مليح صح يا يا دخلي يا دخلي خليش كوبلي حوز ولك يا رايحة يعطيك الصحة ميرسي ميرسي يا ابن بيبيش جبت لك راعي ريحة
ابنه بيبيشه جبت قرعه ريحه ما ماشي لك. لمن جبت العود ديالي؟ يا قلت لك العود ديتو لافاج، قلت كي يخرج من لافاج نديرو له شويه ريحه. هذه تاع العود، تاع العود، تاع العود. صح نسيت بلي انت تحب العود تاعك خير مني. هاك قرعه تاع ريحه. هذوك انت دوك كل حاجه ديري لها قصه. بيبي زيدي حوسي مليح. هاي ما نعودش. لا غير تحوسي تشبيك على الاخر. راح هيا وي تشبك. هيا بنت بيبيشا تنطلق ممتازه تروح لداخل حذري. شنو هذا؟ كيفاش؟ واش ندير؟ واش ندير بهذا يرحم بابك؟ واش ندير هذا وين نحطو؟ نحطو هكذا شباح؟ نحطو شباح انا في الخيمه؟ صافي ما خصو والو نورمال. كيفاش ما خصو والو؟ واش ندير به؟ واش ندير به؟ ميم با شوف ديجا القيمه تاعنا كيفاش دايره؟ موسخه مدوده وماشي شابه. الشعر تاعها في الدود تاعها ما بداش. شوفي هذا وشنو؟ هذا مسحه خفيفه. قلت سمعتي مسحه خفيفه؟ مسحه خفيفه يولي جديد. شوفي قلوبيك هاي اجينا اللومبا بين يديك. اطلب واش تحب بصح ماشي يصير نلبي لك شارك باغي. يسلمك بارك الله فيك. بريمير مو بغيت نرميرسيك نقول لك شكرا يعني الاستجابه اللي خرجتني منها بلا مزيه. معليش ريحني عيان. تفضل تفضل جلسوا. صحيح. اولا وحق لي نرميرسيك نعطيك 800 مليحه. بصح سمح لي كاينه حاجه. هي ماما يقول لك هادو ما تعشوا بيك لوبيك تخرج من المصباح السحري اللي نطلبوا لا جيبوا لي ماشي 800 البرك. بون غير ولات بدلت العقليه بالك مع الوقت ولا قلت صح. لا ماكش مليح. هادي كانت بكري في العصور القديمه دونك ساي طورنا ماناش يدوموندونا بزاف لخاطش انا في تقشف الحياه راه مزايره شويه وراك تعرف يا حشيشه طالبة معيشه تعرف خوك زوالي الله غالب. انا ما على باليش بك. انا دوموندي حاجه وانت تجيبها لي. اوكي بصح حاجه حاجه ديباسو لي ليميت ما نتفهموش. حاجه حاجه. هيا شكون يبدا الاول؟ انا راني حابه تجيب لي دار ولا نقول لك حاجه جيب لي فيلا. حبيت فيلا بلا بيسين وجاردة ولا بيسين تاعي حبيت يكونوا فيها لي دوفا والدنيا تكون معمره بالبابيو هكا يطيروا يطيروا يطيروا. وراني حابه تيغان دو فوت تيغان دو باسكيت تيغان دو بيسبول بيسبول تيغان دو واش تينيس تينيس نسيتو واش تاني وين نلعب الدومينو وين نلعب الشطرنج وين كلش يا ربي راني حابه فيلا تاع الاحلام. راح نقول لك بنت الناس هذه لي ديموندي تيوم هادو هادو عافو هادو قلعيهم نمحيهم معيهم نسي نسي خاطش انا لو كان عندي هذا اللي كيدموندي تيوم هادو كون مانيش عايشه هنا تاقه وما عنديش. الحمد لله تدير تزدي سمعتي وهذه وحده. ثانيا انا ديجا نورمال ما نهضرش معاك انت خاطيني وخاطيك ما عندناش علاقه مش عارف كيفاش انت كي تهضري والراجل راه ساكت تحكم فيك. لا 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 راجلي هذا راجلي هو من بعد راجلك بغيت تاكلينا اهدر على روحك يا سيدي. هيا دوموندي يعني دوك ماشي بروبليم كي دوموندي برك حاجه قولو طوموبيل دوموندي لو طوموبيل شوالا لوطو لا تمريضة قلت لها لوطو. لا لا فهمت كي انا سلكتو زعما قالك شغل شي بروبليم. انا ما نكذبش عليك امنيتي يعني حاجه لاني متمنيها وماش كاينش حاجه صعيبه بزاف انو بيبي شوجه ناس هذا مكان دو موندي نعاس هذا مكان ما يكون غير خاطرك وهكذا خلاصت الحكايه.